Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sammy. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux خالو اشتقت لك. سامي تعال هون. وانت شو جيت تعمل هون؟ ما بتستحي على دمك؟ بعد كل يلي عملته فينا جاي بعين وقح على نص بيتي وكأن شيئا لم يكن. سعد انت اسكتي. اللي بعدك واقف على الباب اطلع لبرا، ما بدي اياك تدعس بيتي مرة تانية، فهمت؟ مية هودي الهدايا جبتن لسامي بمناسبة عيد ميلاده. ما بدنا منك شيء، فل أحسن ما بهدلك. أتمنى لما سامي ووليد يلعبوا بهالألعاب يتذكروا إنه خالهم بيحبهم كتير. وبالنسبة لإلك أختي، ما بحسدك أبداً على الوضع اللي أنت فيه. أختي المعلم بعده نايم. عزيزة قومي احكيني، أنا سوسن أختي. صلى بينام ما بيقوم. هالبلا أصل، هالبلا ضمير.
بعلي ولادي، بعلي ولادي. يلا ما تبلشي فرمانك، قولي لي عزيزة ناقصك شيء؟ بدك شيء لأقمن لك؟ فلي من وجهي، ما بدي شيء منكم. ما بتعرفي شو بدي؟ بدي ولادي، بدي ولادي اللي قشطتوني اياهم وزربتوني هون مثل الكلبة. إن شاء الله بتتعذبي كل حياتك أنت وخيك. مثل ما عذبتوني إن شاء الله بتتعذبوا بحياتكم. فلي من وجهي! ولك ليش عم تدعي علي؟ ولك ليش بتضلك تدعي علي أنا؟ أنا شو خصني هو اللي عمل فيكي هيك؟ أنت سكتتي. يعني مثلك مثله. ولك دخيلك وطي صوتك، إذا عرف إني عم بحكي معك بيقبرني أنا وعايشة. تقبري بيقبرك اصطفلو. أنا ما بدي شيء منك، فاهمي؟ أنا عم باكل وبشرب. مدري شو عم تحطولي بالأكل لحتى عم ضل نايمة كل النهار، الله لا يوفقكم. يدل عليك يا أختي، لو بتعرفي شو عم حطلك بالأكل ما كنت بتاكلي بالمرة. بدي ولادي! يا ويلكم من ربكم! يا ويلكم من ربكم! طيب طيب خلص هلأ، إذا فل معلم حرجع لعندك. إن شاء الله ما بيقوم. الله ينتقم لي منه، الله ينتقم لي منه. بدي ولادي. شو ما بدك تروح على الشغل اليوم؟ بس بدي بروح. فيني احكي كلمتين على رواق؟ بشرفك ندى، مالي جليدي، ضيق خلقي، ما بدي احكي شيء ولا بدي اسمع شيء. رمزي انا مرتك وانت جوزي، خبرني شو بك؟ ما بتفهمي عربي انت؟ قلت لك ما بدي احكي، ما بدي احكي، اعملي معروف. مثل ما بدك. ليه ما عم تاكلي؟ ما تستحي مني، انا رح صير مثل بيك. من امبارح عشية وأنا عم بفكر لقيلك اسم جديد. شو بتحبي يكون اسمك جديد؟ بحب اسمي الجديد يكون منى. منى؟ ليه؟ لأنه خبروني إنه أمي يلي ربتني وبعدين ماتت كان اسمها منى. قالوا لي إنه كانت حلوة كتير. حاضر. منى فليكن. أنا بعد شوي رح روح أكمل شغلي. البنات هون رح يساعدوكي، وشو بتعوزي بتطلبي منه، مفهوم؟ حاضر. وعشية لما برجع رح حضر لك مفاجأة كتير حلوة إن شاء الله بتعجبك. كتر خيرك. وإذا زهقتي لعبي بألعابك. هيدا البيت رح يكون بيتك، ما تستحي. وإذا قدرتي تقولي لي بابا رح كون كتير مبسوط. هلا رح روح اغير تيبي انا وريشه. بابا سعد، شوفي سامي زعلان كتير من اللي صار، شو رأيك نعيط له ونكفي الاحتفال بعيد ميلاده؟ بالنهاية صبي ما ذنبه وما لازم نخلي مشاكلنا تأثر عليه. احتفال؟ سملي بدني هالوقح، ما بقى لي نفسي أعمل شيء. مالي حبيبي، كرمال ابنك، حرام ننزعله عيد ميلاده. بدكم عيط له؟ اوكي،
بس من اليوم بالرايح ما بتفتح الباب لحدا الا ما يكون دق على الانترفون وعرفي مين. فاهمه؟ اوكي. كل عمر جواد وقح. ماما سكرنا الموضوع. منيح سؤالنا. لكن لقيتوها أخيرا بعدها مع زيت البنت؟ ايه بعدها مع زيت البنت. ما بعرف كيف بدكم تحكوها على الانفراد هلا، بس خليها تحكي معي بأسرع وقت. حاضر سيدنا. انتبه عليها منيح وما تخليها تزيح عن نظرك، اوكي؟ يلا موفق، باي. وينك يا دجاجة الأرض؟ اشتقت لك كتير. شو بك زعلانة؟ ما بدك تلعبي معي؟ طلع عبالي نايم. راح أدلك تحت، ارتاحي بعدين نلعب. حاضر. بدي أهرب من هون، مش طايقة هالبيت. تحضر لي التخت؟ ما بحب نايم على التخت، بدي نايم على الأرض. يقول له أهلين طنط. جواد أنا ما عم نام وهالشغل كله طنط مش مريحني، وبعتذر إني عم بحكيك بعصبية، بس قلي أنت تمام رح ترجع على البيت؟ ما تعتلي هم طنط، كلها مسألة أيام والملف كله بتسكر. ما بقى بتحمل بنتي، اليوم لازم ترجع على البيت وإلا. وإلا شو طنط؟ ولا ما بعرف شو بدي اعمل. عم تهدديني؟ بنتك راشده وهيدا شغلها، فما بقى تعمليها مثل الطفله. بعدين ما حدا ضربها عايده تنزل على الشارع وتتحرى عن الاولاد، هي اختارت هذا الشيء بنفسها. هلا كل التحريه بيناموا بعيد عن اهلهم؟ على كل حال من الاساس حق علي انا، ما كان لازم اقبل بهالشغله. عن اذنك، باي. هيدا اللي كان ناقصني. ما تزعلي مني حبيبتي، أنا مضطرة ردك على المركز، تعبت لحالي. ما تزعلي حبيبتي، بكرة بصير عندك أصحاب كتير، رح ضل طل عليكي مثل العادة. أوكي حبيبتي؟ شو يا فرناين قد ايش صرنا مطلعين اليوم؟ منيح 10,250. منيح؟ مش منيح؟ لا حبيبتي مش منيح ولا شوي، هلا بركي بتاكلي لك شي فلق من المعلم تتحسي قديش منيح. ليش؟ قديش لازم اكون مطلعة يعني؟ على القليلة 20,000 هيدي بالميتة. طيب بعد عنا وقت، هلا بشتغل بسرعة. لك أي وقت عمي أي وقت، صرنا من الصبح عريق بطننا. تعي نروح ناكلنا شي لقمة، أنا عزمتك واليوم رح غطي عنك تما تتبهدلي، بس من بكرة ذنبك عجنبك. بدك تشتغلي مثل الشاطرة وإلا نصيحة من هالدقن روحي نبشي عبيت تاني. لا 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 لا، من بكرة بنزل بكير على الشارع بالشغل. من بكرة إنه عطول بدي ضلني مثلية بحدا. أنا ما صدقت ارتحت من هم فستيك تطلع لي هالبنت. قديه بدي غطي تغطي أنا العامة ولو؟ أخيراً ست ياسمين سألتي عني. هيك اللي بيتجوزوا بينسوا أصحابهم؟ لك يا ريتا جنازة ولا جازة، سكتي ندمانة ليوم الندم. ليش؟ فادي ما طلع منيح؟ عم بيضربك؟ عم بيعذبك؟ قولي لي شو في؟
لك أبخل من الكلب، عم بدوقني زوم الزيتون، أنجأ مناكل وكل المصاري بإيده وأنا ما بفرجيني شي، ما اعتبرني خادمة بهالبيت لا أكتر ولا أقل. كل يوم بهتني بالماضي تبعي. بعدك أحسن من وضعي. ليش؟ لأنه يا صديقتي أنا محرم علي أنه أتجوز وجيب ولاد، حتى ممنوع حب، ممنوع أنعجب، بس لازم جيب مصاري بدون ما أفتح تمي. هلأ بيعجبني ما بيعجبني مش مهم، مهم جيب له مصاري. لك بتضلك أحسن مني، على القليلة ما في رجال فوق راسك، قصدي أنه يحاسبك على الشردة والواردة. يا ريت عند رجال، شو ما كان يكون، بخيل سكرجي أمرجي، المهم شي سقف انضب تحته، مش أحسن من هالزبونات يلي بهتوني بكل قرش عم بيعطوني إياه. أنا ياسمين كل يوم عم بتبهدل ما حدا حاسس فيي. أنا حاسة فيكي وحياتك، شو نسيتي إنه كنا نشتغل سوا؟ قوليلي عزيزة بعد عايشة؟ هيديك المعترة؟ ما بعرف إذا فيك تقولي عنا عايشة، لأنه المعلم بضل يعطيها حبوب منوم بتضل نايمة، ما بعرف ليش عنده لزة يعذبها. صدقيني يا ياسمين ما عنده جنس الرحمة بقلبه، حيوان وفالت. يلا عمر وبيمضى، شو بدنا بالنكد هلأ؟ انت جاي جمالك ولي عهجازة بشرفك. ايه زغلنتي لك شي 10 سنين مقصوفة العمر، ولي شو عم تعملي؟ بعتذر عن امبارح. تعتذر عن امبارح؟ انا اخر همي يا زلمة، بس انا عطلان همك. ليش صاير هيك؟ رمزي كل عمرنا اخوي، اللي افتح لي قلبك. ما لي عين خبرك. ولو كل الاخبار اللي بخبرك اياها شي بطعمه شي بلا طعمه، تتقول لي ما لك عين تحكي؟ لك اوف، مش عارف من وين بدي بلش. من الاخر، بلش من الاخر، شو القصه؟ هي الخبرية اللي ما لك عين تخبرني إياها؟ شي بضحك معك؟ لا مش الخبرية اللي بتضحك، أنت اللي بتضحك يا زلمة. ليه مكبر الأمور هيك؟ عم حس لها، عم حس فيها للمرة، عم حبها. كله بتتحكم فيه من هون، من الراس، ما في شي اسمه قلب. بتحكي من هون، بتسمع من هون، بتشوف من هون، حتى إذا بدك تنام معها من هون. بس أنا بحس من هون. لا حتى بدك تحس فيها من هون. ما قلتي لي شو اجت تعمل ياسمين هون؟ شو بدها تجي تعمل يعني؟ اشتقت لي وجاي تسلم علي. شو فتح لك بيتي قهوه انا؟ تودعي وتستقبلي اللي بدك اياه؟ هيدي البنت بطلت وحده منا، الله خلصني منها وتجوزت. ما بدي اياها تدعس هالبيت ايدا ابدا، فهمتي؟ بس ياسمين بتحبنا كثير وكل مرة ما بتحكي إلا بالحب. 100 مرة صرت مفهمك ما في حب بين البشر يا حبيبتي، في مصالح. ما بتعرفي إمتى ياسمين بتدز علينا؟ وساعتها حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ العمى بقلبك شو هبلة؟ بعرف إني هبلة، هبلة ومكترة كمان. عفا الشطورة، قصدي عفا الهبلة. بس لو فيي قلت لك وارتاح منك، لو ضميري بيسمح لي اعملها كنت عملتها من زمان. تفوح عليك وعلى قرفك. ما عم بقدر صدق انه فرد بطن حملنا، ما عم بقدر صدق انه فرد اهل ربونا. عمين طالع انت هيك؟ عمين طالع قاسي وظالم وبلا قلب؟ يا اهلا وسهلا، يا أهلا بالحلوين، شرفوا شرفوا، فرجونا نغلي نشوف.
شو هي المفاجأة؟ اخدك على مطعم كتير حلو، اتعشى انا وياك لحالنا بدون ما يزعج حدا. موافقة؟ حاضر يا معلم. حاضر يا مين؟ يا بابا. هيك ما بدي اياك تقولي حاضر، بس بدي اياك تقولي بابا. قربي لعندي، قربي حبيبتي. بتعرفي يا غنوة، لو ما جيت اليوم أنا كنت رح تلفن لك. عن جد؟ إيه. أنا تعبان، تعبان كتير، تعبان جسدياً ونفسياً وفكرياً هيك بدي حدا مثلك يمسيني وجعي. لكن أنا شو عم بعمل هون؟ أنا وظيفتي حبيبي إني ريحك من كل النواحي، جسدياً وفكرياً ونفسياً. تعرف هلا شو بدي؟ هلا بدي تقومي تعبيلي كاس تاني وتعبي كاس لإلك. عبالي هيك نضلنا نشرب لحتى ننسى اسمينا. شو؟ في شي غريب اليوم. شو هو الغريب؟ ما في شي غريب حياتي. انت بعمرك ما بتشرب، انت انجأ بتساير. قلتلك تعبان، تعبان كتير، تعبان كتير. بدي اياكي تحضري لي كاس وتحضري حالك، والليلة اذا بتريدي هيك اشتغلي على السكت. سكوتك مفيد، بدنا هيك. شو حلو الرواق، شو حلو. بعدك بليلة صعبة انك تنساها. انا بدي انسى، مش ما بدي انسى. رح نسيك همومك ووعي فيك البسط والحب والمشاعر. والله منك عيني يا هردي، أول دخوله شمع طوله 25,000 بفرد مرة؟ ايه ويمكن يصيروا أكتر، مين بيعرف؟ كتر خيرك. شو عم ترغي انت؟ ماشي، عم بتقلي عفاكي شو شاطرة. شاطرة وحلوة كمان. تعي تعي لحد شو بكي ما عم تسمعي؟ عمل لك قربة عادي حدي. سوسن قوم اعملي لي الارجيلي، بدي اشربها انا وفرنيني. انا ما بحب الدخان. هاي اللي واقفه حدك، لما اجت لعندي كانت سوس، ما كانت تحب شيء. بعد ما تروضت صارت دجاجي وعشواي راحت بيض. أنا بقول يا معلم إنه فرناني خليها ترتاح اليوم، حرام هلكت من حي لحي كل النهار. خلص خليها ترتاح وبكره بتشرب معك أرجيلة. فشو رأيك يا سيد العرفين؟ بقبل، عشرت واحد بس. يلي هو؟ بكره فرناني ما بتروح الشغل، بدي خليها هون معي. تات 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 يعني وجه بوجه. وإنتو اتفقونا بريحة طيبة. سوسن تاخديها بتحاممنيها منيح وبتكلينيها. اي والله شافي حلوة. بأمرك. ما تخافي حبيبتي، انا بكرة بنيملي فيك كل النهار، ما رح خليه يحط ايده عليك. كتر خيرك. يلا فوتوا نيموا انتم، اتركوا علي. روح.
واخيرا عملت بنصيحتك ووديت البنت على المؤسسه. كلها مساله وقت والبنت بترتاح، صدقيني. ان شاء الله ما نكون اخذنا قرار غلط. صوفي، هيك بدك تقضي حياتك معصبه وخايفه؟ ولو يا حياتي سلمي امرك للواقع، بنتنا مريضه مش عم ترتاح هون. افضل نحطها بالمكان المناسب وخلصنا. حس هيك قلبي عم يوجعني. هيك ما نضل ننقل الليل؟ ما خلينا نكفي عشانها. قول انا فايته على الاوضه نام. هيدا اللي شاطره فيها انت، النوم. قول مطرح ما يسروا يمروا. على قلبك يا مزوقه. حبيبتي اللي عملتيها هلا قبل شوي لما شفنا تايجر ما حبيته ابدا. ليش شو عملت؟ ما بيسوى حبيبتي تضلك تفكري باصحابك القدامى. انت هلا صرتي غير مستوى، لازم نجرب ننساهم. ما بقى يناسبوكي صدقيني. ما بقدر. ليش؟ ما بقدر انساهم لان بحبهم كثير. حبيبتي مش ضروري تنسيهم، المهم ما بقى تحكي معهم، حبيهم من بعيد لبعيد. هن عشرتهم ما بقى تناسب عيلتنا وما بقى يناسبوكي. بدي ارجع على البيت هلا بعد ما اكلنا، بعد ما واصلين. خدنا على البيت عمو المعروف. شو صار؟ ضيقتي من حديثي؟ متضايقه من كل شيء ومش طايقه شيء. بدي رفقاتي، بدي روح لعندهم. ما بحب هالمحلات، كثير مرتبه بس كثير بشعه. بحب الشارع، بحب بيتي عند المعلم، بحب رفقاتي، بدي ارجع لهونيك. تمار، تمار اشتقت لك كثير انا. تمار؟ تمار ليه ما عم تحكيني؟ انا اشتقت اسمع صوتك. انا غنوه مش تمار. شو بك؟ قلت لك ما تسمعني صوتك. قربي قربي، بدنا نضلنا نشرب اليوم تننسى اسمينا، تننسى اسمينا. بديك تحبني الي مش تمار. خلاص حب غنوه. خلاص عبي لي كاس تاني من ليلي السهره للصبح. لا مش رح كفي، ماني بلا كرامه واحساس. قربي قربي بوسيني وخليك حدي. ما تنزعي لي سهرة الليلة، ما نهاري كان بقرف. أنا اختمي لي بطريقة هيك حلوة، ما تعلقي على التفاصيل. بس هودي مش تفاصيل. قربي قربي. دخيلك بكرة شو بدي أعمل؟ ما تخافي سوسن قدها وقدود. بعدين انت حلوه شو بدي اعمل لك يعني؟ مصلحتنا عيني ما بينفع الجمال. والله والله ايش من شافك؟ اشتقت لك. لا ذكرتيني اخيرا؟ على كل في لك خبريه حلوه معي. قول. طبيت اليوم بالمخبى $50. $50 فرد ضرب؟ التقيت بأنور فستاكي وعطيني هالمبلغ، أكيد مش رح أعطيه للمعلم، فضبيته من دون ما حدا يشوفني. شفت فستاكي؟ صارت غير وحدة، نظيفة وحلوة، وما بتطلع إلا بسيارات فخمة. اشتقت لها كثير. ديك الحي بعد ما سرب؟ وين بده يروح؟ هلا بيجي. انت قديش طلعت اليوم؟ 23,000. يلا منيح. عم بشتغل مثل حمار. وانت شو اسمك؟ انا؟ فرنيني. فرنيني. عم بتطلع مصاري منيح؟ اكثر ما بستاهل. دخلك انت عندك اهل او مثلنا معطره؟
ما عندي حدا. سلمي علينا. طالع بالي شوكولاتة؟ بالحقيقة جوعانة وما بكذب عليك. خذ هينا. انت كلي هيدي رح نمي بعد عشا. نايمين؟ هالصوت كله من وين جاي؟ وانت يا حلوي ما جايك هون؟ نعسان كتير. نامي اليوم نامي، بس المهم بكره تكوني مرتاحة. يا ابن الكلب بلش بده يتزعرم مع بنت جديدة. ما تخاف ما رح نخليه. انتبهي منه، اوعى تقربي عليه، وإذا ضايفك شيء اوعى تاخديه بيأذيك. بعرف بعرف. حياتها معطرة هالبنت. أنا حبيتها من أول ما شفتها. هلا ما بعرف إذا حبيتها ولا شفقت عليها، بس بعرف إنه بدي ساعدها. أنا كمان حبيتكم. ليكو شو رأيكم من نام هلا؟ بحب أسمع قصصكم، هيك بحس حالي قريبة منكم. يلا يلا، مين بده يخبرني قصته أول شيء؟ قول أم. أولم شو معك؟ كاري 10. حلو. شو معك؟ كذا ليه؟ شو بك؟ بدي روح لعندها. اوعى، إذا بتروح بزعل منك. عبدو اشتقت لك كثير. تشتاق لك العافية. مش حلو نترك الشباب، خلينا نرجع نقعد وبعدين نحكي على رواق. يلا فت. زعلان على بابك عمل معك، أنا حابب أشوفك كثير. سامي كيف قدرت تتلفن بهالليل؟ إذا عارف بيك إنه عم تحكيني بيخوت. هلا بيي نايم، إمتى وين فيني أشوفك؟ في أشياء كثير مهمة بدي أقول لك إياها. سكر، سكر الخط هلا، وخليني أفكر على رواق كيف فينا نشوف بعضنا. بس قبل ما تنام، تذكر إنه أنا بحبك وبحب وليد ومش راضي أبداً على اللي عم بيصير. وبوعدك، بوعدك إنه رح نلتقي قريباً. باي خالو. يلا ناكل كاستر. يلا حبيبي افتحي تميك. يلا طيبين. رح تجنني، ما عم تقبل تحط شي بتمه. طبيعي بتكون مشتاقه لامه، بس ما فينا نخليها بلا اكل. جربي تعميها بعد شوي، واذا ما تجاوبت متصل بامها بعد الظهر. اوكي هلا بشوف شو بعمل. ديعان هالجميل حرام انا حاسه بشي. بالعكس حسب خبرتي هالبنت كتير حساسة، بحسة بكل شيء. بدها أمها، مش مرتاحة هون. عطيها شوية وقت وما تقسي عليها. أنا بعرف إنه تمار قد وقدود، بس بتعرف أمها مشغول بال عليها، مشان هيك انفعلت بوجهك لا تواخذنا. ولو أنا بفهمها لتعطي فيوليت، من حقها تسأل وتستفسر، بس اطمني تعطي. تمار بين ايدين اميني وما راح نتركها ولا لحظه.
مطولي تمار لترجع؟ اليوم بعرف قد ايه بدها وقت. انت امتى مبلش بالغسيل؟ قصدي غسيل الكلاوي. مثل ما بتعرف الدكتور بدهين يبلش باسرع وقت وثلاث ايام بالجمعه. بس ما بخفي عليك صحيا متراجع كثير. لازم تبلش باسرع وقت. الشغل بينطر بس الصحه ما بيمزح فيها. بكره رح تكون اول جلسه لإلي. ان شاء الله خير يا ابني. واول ما تحكيك تمار بليز طمنا. الله يخليك. اكيد بشكر ثقتك فيي. نحن اهل. المهم ما تهمل صحبك. لوين ما بدها تضيفكم شيء؟ لا انا لازم امشي عندي مواعيد كثير بالكلينيك والمواعيد ما بتنطر. ميرسي. الله معكم. باي باي. بالاذن. مع السلامه. حبيبي شغل بالي يا بابا شغل بالي يا بابا شغل بالي يا حبيبي شغل. الترويقة يا معلم. أحلى ترويقة لأحلى معلم. خير يا طير. كل الخير يا معلم. من إيدي بدي طعميك.